السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف بقيتو؟ كيف صحتكم؟ كل شيء على خير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. وإن شاء الله تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا هذه المرة جبت لكم واحد لا فيتامين اللي معروف ومعروف بزاف، وهو لا فيتامين سي، خصوصا انه في هذه الوقيته هذه كنحتاجوه وكنحتاجوه بزاف 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 بزاف. لهذا شاركت معكم بالنسبه للوالده ديالي، فهذا هو المعتمد عندها بحكم انه نقص، ماشي نقص، هو ما فيهش سكر، بدون سكر كما كتشوفوا فيه راه مكتوبه في ديك القريعه ديالو انه بدون سكر، خصوصا انه في هذه الوقيته هذه راكم عارفين ان الواحد ديجا تيفيق مزهزع عيان، ما فيه اللي يتحرك، مريض. يعني الواحد هذا الفيتامين سي هو اللي شويه تيخليه شويه اكتيف، راكم عارفين مع هذا الجو مع هذا الشيء كله تيفيق الواحد ما فيه لا اللي يتحرك ولا اللي يتململ، و ضروري خاصو مكملات غذائيه، وضروري خاصو هاد لي فيتامين هادو باش شويه ديك التهسيها ما تتبقاش كيتحرك، وما تيبقاش عيان، وما تيبقاش مهلوك، وهذيك لا فاتيك خصوصا في هاد الوقيته فهي راه تتزاد وتتزاد بزاف 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 بزاف. كما قلت لكم هذا راه مجربينه يعني ما مره ما جوج، خصوصا يعني الناس اللي عندهم لا طونسيون، اللي عندهم مثلا السكر، فخاصهم ضروري ياخذوا لي فيتامين اللي ما يكونش فيهم السكر ولا داك الاملاح، حيت راهم تيزيدو كيطلعوا ليهم لا طونسيون، ولا كتزيد تطلع ليهم السكر. حتى لي فيتامين راه فيهم وفيهم، يعني الواحد ماشي يجي غير يجي وياخذ فيتامين غير من الجنب كيما خلاوها، الواحد راه خاصو يشوف ولا ياخذ الحاجه اللي غدا تناسبه باش كيما خلاوها ما تضروش، ماشي ياخذ شي حاجه اللي غادي مثلا يكون ياخذوها بالمنفعه شويه غتولي ضارهم. هادشي علاش كما قلت لكم فهاد لافين الفيتامين سي ديال الالف، وكما كتشوفوا راه ثمنها رخيص، ماشي زعما ما وصلش 15 درهم، وشنو اخر، وفيها 10 ديال الكينات، حنا عندنا كلشي كينات، ديال 10 الكينات، بالاضافه انه كما تتشوفوا راه ثمنها يعني مناسب وبدون سكر، يعني الواحد كيدير داكشي كما خلاو بقواعد، ماشي غير كيشدو تياكل، حيت مثلا نكون انا فيا لا طونسيون ولا فيا السكر ولا فيا شي حاجه، وناخذ واحد الفيتامين اللي اصلا هو فيه السكر ولا فيه سميتو، فراه غادي بالعكس غادي نزيد نضر راسي، ماشي غادي ننفع راسي بداك الفيتامين. هادشي علاش شاركت معكم هاد التجربه هادي ديالنا، وكنتمنى انها تعجبكم وتستافدوا منها. كما قلت لكم راه الحمد لله كاين الاختيارات بزاف، الواحد اللي يقدر انه ياخذهم، ولكن اهم حاجه انكم تاخذوا شي حاجه اللي غادي توالمكم وصافي، يعني ماشي غير اي حاجه غتسمعوها ما تبحثوش عليها او ما تعرفوهاش لا يش صالحه، ضروري اي حاجه يعرفها الواحد علاش تصلح ولاش شنو المنافع ديالها، وشنو الحوايج هو اللي فيه، مثلا واش فيك السكر، واش فيك الكوليسترول، وشنو فيك باش
باش من بعد ما تسبب لكش واحد الضرر للصحة ديالك، وباش ايضا ما تخرج لكش على صحتك من الاخر. وصافي هادشي اللي كاين، تنتمنى تكون استفدتوا من هاد الفيديو، وتنكون نتمنى انكم يعني هاد الفيديو يعني خرجوا منها بواحد الفائده، ماشي مجرد انكم سمعتوها وصافي. وخليكم على خير.